الكرة المغربية تحصد الأخضر واليابس في سكاي نيوز العربي بأبو ظبي، هذا ما سنراه بعد هذا الفاصل الإشهاري. كرمت سكاي نيوز اليوم الكرة المغربية بصفة عامة، وليد الراكي وفوزي القجع بصفة خاصة في أبو ظبي، حيث قامت قناة سكاي نيوز العربية بحضور عدد من الأساطير ورموز الرياضة العربية لحفل أقيمة هذه الليلة ليلة الأحد 2 أبريل في أبو ظبي. وتوجت القناة الإماراتية الجامعة الملكية لكرة القدم أحسن اتحاد عربي لكرة القدم، وتسلم الجائزة بالنيابة على فوزي القجاع المستشار الإعلامي للجامعة سي محمد مقروف، اللي عنده علاقات وطيدة بأبو ظبي حيث اشتغل في أبو ظبي الرياضية لمدة سنين. سبب تكريم الجامعة المغربية هو فوز الوداد دوري أبطال إفريقيا، تتويج الرجاء بكأس الاتحاد الإفريقي، فوز الرجاء بكأس محمد السادس أندية البطلة، تتويج الرابطة بكأس الاتحاد الإفريقي والسوبر الإفريقي، مساعي المنتخبات، تأهل المنتخب الأول النسائي لكأس العالم بقطر، تأهل المنتخب النسوي لكأس العالم السيدات التي ستقام بنيوزيلندا وأستراليا في يوليوز المقبل، تأهل المنتخب أقل من 16 سنة لنهائي كأس العالم السيدات في الهند، تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعدة ربع نهائي كأس العالم، فوز المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة بكأس بنسختين من كأس العرب، تأهل المنتخب أقل من 16 سنة لنهائي كأس أفريقيا لكرة القدم. كما شهد الحفل تتويج وليد الركراكي بجائزة أحسن مدرب عالمي بعدما قاد الأسود لنصف نهائي كأس العالم. وشهد الحفل العديد حضور العديد من أساطير كرة القدم العربية، يمكننا نضيف كذلك فوز الرجاء بكأس الكونفدرالية 2018، فوز الوداد بعصبة الأبطال 2017 وكذلك بسوبر الإفريقي، فوز كان بأول كونفدرالية في 2020. يضمن هذا الشيء كله تشوفوا بأن كرة القدم المغربية تستحق هذا التتويج بكل صراحة. يعني كرة القدم المغربية استطعت باش تفرض ذاتها على كرة القدم العربية، هذا شيء منطقي، يعني لا أحد سيناقش ولا سيجادل هذا الشيء، خصوصا بعد الفوز أو التألق الكبير بمنتخب الكبار في قطر في كأس العالم اللي أقيمت في يونيو في يناير في نوفمبر وديسمبر الماضي. واش كرة القدم المغربية تستحق هذه الجوائز؟ لا محالة بدون نقاش، ولكن خاص هذه الجوائز تفرض علينا باش نطوروا كرة القدم المحلية أكثر من ناحية الهيكلة، من ناحية الموارد المالية، من ناحية فرض القانون على كل الفرق المغربية باش يمكن لها تساير هذه التألقات لمدة طويلة، ما تبقاش مع كل أسف حبيسة أزمات مالية التي لا تنتهي، خصوصا لفريق كالرجاء كذلك الوداد، رغم أن رئيس الوداد قد يخرج راسه دائما. نهضة بركان، الجيش الملكي هذه السنة الذي يتألق ويتأهل هذه الليلة وأبارك له التأهل كمحتل الصف الأول في مجموعة تضم فريقين مصريين، والجيش الملكي أصبح يدق بقوة على كأس الكونفدرالية، وبالتالي كاين أمل حقيقي باش عاوتاني هذه السنة لا عصبة الأبطال الإفريقية تفوز بها إما الوداد أو الرجاء، ولا كأس الاتحاد الإفريقي يفوز به الجيش، ونعود نلعبوا سوبر إفريقي بين فريقين مغربيين كالسنة الماضية. من ناحية النتائج الرياضية الآنية لا أحد يناقش، لا أحد يناقش هذا، يمكن من ناحية المنتخبات مهيكلة عند السوية المالية الكافية لذلك، وكل الفرق واحد الساعة تخنق ماليا، وخص الجامعة الملكية المغربية بصفة خاصة والدولة بصفة عامة تفكر في موارد قارة للفرق المغربية كلها، لأن الفرق اللي ما تتفوش بالألقاب الإفريقية خاصة توصل لواحد الاطمئنان، واحد يعني واحد الاكتفاء الذاتي المالي باش يمكن النتائج ما تكونش آنية فقط، وباش المغرب يولي أول قوة كروية
عند العرب وعند أفارقة بصفة عامة. فهنيئا لوالدك جافي الذي يستحق بدون نقاش جائزة أفضل مدرب عربي، لأن ما كاينش مدرب عربي في تاريخ كرة القدم وصل المربع الذهبي لكأس العالم. فوزي القجاع لا أناقش لا أناقش جائزته، لأن كما كان الحال هو رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، وبالتالي خصنا نعطيه لكل واحد حقه رغم ما يمكننا أن نناقش فيه فوزي القجاع، وما يمكننا أن ننتقده على بزاف المجالات، ولكن من ناحية النتائج، من ناحية المنتخبات الوطنية، النتائج أفضل بكثير، وفي كرة القدم المتنوعة، على كرة القدم داخل القاعة، على كرة القدم النسوية، أفضل بكثير مما كان عليه من قبل. حتى الفرق من ناحية رياضية ومن ناحية النتائج نجحت، ولكن خاصنا أن نديرو يعني أكثر، ونعطيو للفرق كيفاش يمكن لها تولي مستقلة ماليا. هذا هو السبيل الوحيد باش كرة القدم المغربية تبقى ماشية في الطريق الصحيح، وليس بعض القرارات التجارية اللي بالنسبة لي بحال القرار ديال إعطاء التحكيم للعصبة الاحترافية، وإعطاء جميع يعني اللجان الجامعية، رغم أننا ما وجدناش الأرضية لذلك. كنت أفضل باش نوجدوا الأرضية أكثر، باش نوقعوا واحد عقد اتفاقية بين العصب الاحترافية والعصبة الهواة، وكذلك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصب الجهوية. مع كل الأسف ردة الفعل ديال فوزي القجاع الله يحسن العون كانت هي يعني إعطاء كل هذا العصاب، خصنا مازال الوقت كافي باش من هنا لنهاية السنة نوجدوا بعض يعني اتفاقيات مقننة منطقية، وخصنا نفكروا في السيولة المالية والاستقلالية المالية للفرق كلها المغربية، كل فريق على حسب متطلبات ديالو. احنا فرحانين، تنهني الجامعة، تنهني والد الركاكي، ولكن ما خصناش ننعسوا على هذه الإنجازات، وخصنا لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية نديروا إنجاز وراء إنجاز. هذا الشيء اللي ما قدرناش نديروه لا في 62 بعد التألق ضد إسبانيا في مباراة السد اللي كانت مؤهلة لكأس العالم الشيلي في 1962، لا من بعد تأهل المغرب كأول بلد يتأهل لكأس العالم في 70، لا بعد الفوز بكأس إفريقيا للأمم في 76، لا بعد التألق في 86 والتأهل لأول مرة للدور الثاني كانت أول دولة عربية وإفريقية للتأهل للدور الثاني، لا يعني نصف نهاية كأس إفريقيا الأمم اللي لعبناها مع بلد الجزائر في 2004. هذا الشيء كله درناه، ولكن غادات كل تألق كانت يعني مع كل أسف ما قدرناش نواصلوا التألق. فالآن خصنا نواصلوا التألق، بحال اللي جاد الوالد الركابي وفاز بثاني بطولة متتالية للوليدات، خاصو يدير لنا تألق ابتداء من كأس إفريقيا الأمم، وكذلك كأس إفريقيا إن شاء الله في المغرب 2025، ثم كأس العالم 2026. وليد عنده العمل أكثر الآن، لأن متطلبات وانتظارات الجمهور الرياضي المغربي أكثر، والسقف ديالها طلع، وهذا شيء عادي، ولكن أكرر ونبان شوية ثقيل، خاصنا ولا بد نفكروا في الأندية المغربية، ونفكروا في استقلالية الأندية المغربية من ناحية التدبير والمال، كما كان الحال بارك سعود على الكرة المغربية. وإلى اللقاء في فيديو آخر بحول الله، إلى اللقاء.